هشام، مش الصورة واضحة؟ قلت قبيلة ما واضحة شوية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سي هشام مسموع؟ مسموع، تفضل. نحن الآن على المباشر، تفضل. طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واتبع هداه واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فمرحبا بالجميع، والشكر موصول لكل من حضر وحاضر وسيحاضر في هذا اليوم المبارك الأبرك، خير يوم طلعت فيه الشمس، ونحن في اليوم الثاني من هذه الندوة العلمية الموسومة بالتجربة المالية التشاركية في المغرب، التحديات والتطلعات. أبا هذا المركز العلمي الاقتصادي التشاركي المغربي إلا أن ينظم هذه الندوة التي جاءت في سياق محدد، إذ هذه الندوة لها خصوصيتها ولها راهنيتها، والأجمل من ذلك هو النوعية التي تم استضافتها من أجل إغناء وإثراء هذه الموائد العلمية عن بعد. فمرحبا وأهلا وسهلا بالدكاترة الفضلاء من الضيوف الكرام الذين نشكرهم جزيل الشكر على استجابتهم للدعوة من أجل إضاءة وتطريز وتطييب هذه الندوة العلمية. وكذلك لا زال النقاش غدا طريا، كنا البارحة مع جلسات علمية ماتعة، وأنا أكاد أجزم أن هذه الثلة من الدكاترة الفضلاء كذلك سيغنون النقاش ويثرون النقاش، لا سيما وأنهم سيتفضلون بأوراق علمية ويتعلق الأمر بالدكتورة غيثة بن نونة، كذلك يتعلق الأمر بالدكتور الفاضل هشام المراكشي، ويتعلق الأمر كذلك بالدكتور المفضال محمد الفريخي. مرحبا بكم جميعا، ومرحبا بالمشاركين بالأكاديميين والجامعيين والأساتذة. أعطي الكلمة مباشرة للدكتورة غيثة بن نونة، وهي مهندسة دولة في الإكتوارية المالية وحاصلة على الدكتوراه في الهندسة المالية الإسلامية بمختبر الهندسة المالية الإسلامية للمدرسة المحمدية للمهندسين. تتفضل الأستاذة مشكورة مأجورة، ثم نمر بعد ذلك في حدود 20 دقيقة لو تكرمت الأستاذة. أنا أكاد أجزم أن ال20 دقيقة هذه ليست كافية من أجل المحور، وحتى من أجل أن يتكلم فيها المحاضر وأن يعبر عما في جعبته، وإلا فأنا أجزم أن الأساتذة يعني كان بودنا أن نفسح لهم المجال لساعات وساعات، لكن تقتضي أبجديات التسيير وتنظيم مثل هكذا ندوات أن يكون الوقت محدد. فتتفضل الأستاذة بنونة، الدكتورة الفاضلة بنونة غيثة، تتفضل في محورها الذي وسد إليها، وهو إدارة مخاطر التأمين التكافلي ركيزة أساسية لضمان ديمومة القطاع. تتفضل الدكتورة في حدود 20 دقيقة من أجل أن نمر إلى الثلة الأخرى من الدكاترة الفضلاء، ثم من أجل كذلك أن نفتح الباب واسعا من أجل إثراء النقاش. تتفضل الدكتورة المفضلة غيثة بنونة، مشكورة غير مأمورة. شكرا جزيلا. بداية أود، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أود أن أشكر المركز المغربي للاقتصاد التشاركي على دعوتهم للمشاركة في هذه الندوة. كما ذكرتم سيدي، الموضوع الذي سأتطرق له اليوم هو إدارة مخاطر التأمين التكافلي. هذا الموضوع سيتمحور حول 3 عناصر أساسية. بداية، وضعية التأمين التكافلي في المغرب،
ثم بعد ذلك مختلف المخاطر التي تتعرض لها شركة التأمين بصفة عامة وشركة التأمين التكافلي بصفة خاصة، ثم بعض الاستراتيجيات التي يجب وضعها لإدارة المخاطر في شركة التأمين التكافلي. بداية بالنسبة للوضعية ديال التأمين التكافلي في المغرب، كما نعرف جميعا أخذت الحاجة إلى هاته إلى وضع إطار قانوني للتأمين التكافلي تتأكد يوما بعد يوم، خصوصا مع التمويل الممنوح من طرف البنوك التشاركية للزبناء ديالها. ففي هذا الإطار لقد سجلت التمويلات الممنوحة من طرف البنوك التشاركية قيمة تبلغ 18 مليار ديال الدرهم في حدود شتنبر 2021، وبذلك سيكون لزاما على زبائن هذه البنوك التشاركية الذين حصلوا على تمويلات توقيع عقود تأمين تحميهم من الأخطار التي قد يتعرضون لها، لا بالنسبة للبنوك التشاركية لا بالنسبة للمستفيدين من هذه التمويلات. ففي هذا الإطار لقد وضع المغرب إطار قانون يسمى القانون رقم 5913 المعدل لمدونة التأمينات، ولقد وضع هذا الإطار القانوني في سنة 2016، وهو يؤسس المبادئ الأساسية التي تحكم عمل هذا النوع من التأمينات في المغرب. وبعد ذلك وقعت عدة مشاورات مع المجلس العلمي الأعلى حول مختلف النصوص التطبيقية، لذلك قدمت اللجنة الشرعية المالية التشاركية عدة توصيات من أجل مراجعة الإطار القانوني، وتم إعداد مشروع قانون أحيل على البرلمان وتمت مصادقته وإصداره بالجريدة الرسمية في غشت 2019. ولاستكمال المنظومة القانونية لقد أصدرت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي منشور يهم تطبيق أحكام هذا القانون، ودخل المنشور حيز التنفيذ في أكتوبر من السنة الماضية بعد أن تم نشر القرار وزارة الاقتصاد والمالية بالمصادقة عليه بالجريدة الرسمية. وهذا المنشور هو يتضمن 63 مادة موزعة إلى 4 أقسام. القسم الأول يتعلق بعقود التأمين التكافلي وطريقة تسيير صناديق التأمين التكافلي. القسم الثاني يتطرق لتحديد النظام الإداري لهذه المقاولات، وكذلك يتضمن عدة مقتضيات خاصة بالمقاولات التي تزاول بصفة حصرية عملية إعادة التأمين، وبطبيعة الحال المقتضيات المتعلقة بنظام الحكامة أو الحوكمة. هناك أيضا القسم الثالث الذي يتطرق لعملية التأمين التكافلي، والقسم الرابع يضم مختلف المقتضيات المختلفة وختامية. وقامت هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي أيضا بإعلانها بتاريخ 10 دوشنبر 2021 على من احتلت رخص من أجل ممارسة عملية التأمين التكافلي. هذا بالنسبة للوضعية القانونية. ما بالنسبة لكيفية تدبير التأمين التكافلي في المغرب، فبداية يتم إنشاء صندوق لضمان خطر أو مجموعة من الأخطار لفائدة المشاركين فيه مقابل اشتراكهم عن طريق التبرع، وهذا الصندوق يضم أيضا المبالغ العائدات الناتجة عن الاستثمار، ويتم تمويله من طرف وكيل أو فاعل تأمين تكافلي أو شركة تأمين تكافلي التي تضمن حقوق المستفيدين من هذا المنخرطين في الصندوق مقابل نصيب معلوم من الربح بموجب أحكام المضاربة أو مقابل أجرة محددة بموجب أحكام الوكالة. هذا فيما يتعلق بالإطار القانوني أو طريقة تدبير شركة التأمين التكافلي في المغرب. الآن بالنسبة لمحور ثاني هو المخاطر التي تتعرض لها شركة التأمين التكافلي. فالمخاطر التي تتعرض لها، هناك مخاطر عامة تتعرض لها مختلف شركة التأمين بصفة عامة، ومخاطر تخص شركة التأمين التكافلي بصفة خاصة. فبالنسبة للمخاطر العامة، هي تتمثل في الفرق بين الخسائر المتوقعة والتي على أساسها يتم حسب هذاك الكسل التأميني أو مبلغ تبرع، والخسائر الفعلية التي تلتزم شركة التأمين بتعويضها لحملة وثائق العقود أو وثائق التأمين عند وقوع الأخطار. هذا هو الخطر العام الذي قد تتعرض له شركة التأمين.
وهو ينقسم إلى عدة أنواع من الأخطار، يمكن تصنيفها إلى 7 أخطار إذا أردنا القول. هناك المخاطر الطبيعية، وهي التي تنتج عن الكوارث الطبيعية من فيضانات وعواصف وما غيرها، والتي تؤدي إلى خسائر كبيرة وتنعكس على صناعة التأمين بصفة عامة. هناك المخاطر التقنية، وهي مخاطر التي تنتج عن مشاريع ذات تكنولوجيا عالية والتي تتطلب ضمانات كبيرة من حيث تأمين الهندسة، تأمين على الحريق، تأمينات المدنية، مسؤولية المدنية وغيرها. هناك أيضا مخاطر تتعلق بتطوير منتجات جديدة أو فعل تغييرات على منتجات قائمة، وهذه التغييرات تتسبب في أخطار بسبب ضعف الوعي التأميني أو خطر في التسعير أو خطر في التسويق أو في المعلومات وغيرها. هناك مخاطر أخرى، وهي مخاطر الفنية بالتشغيل. هذه المخاطر تنتج خصوصاً عن المشاكل المتعلقة بأنظمة المعلومات، من حيث حدوث أعمال فنية بالأجهزة المشغلة. هناك أيضا خطر سرقة المعلومات أو العبث بقائمة البيانات، وأيضا أخطار تتعلق بموظفي الشركة من حيث ضعف خبرتهم الفنية والعملية. هناك مخاطر أخرى يمكن أن نلخصها في مخاطر الاكتتاب، مخاطر السيولة، ومخاطر الاحتيال. بالنسبة لمخاطر الاكتتاب، هي تخص شركة التأمين بصفة عامة، وهي تتمثل في عدم مصداقية البيانات والمعلومات التي تلتزم شركة التأمين بسياستها أثناء الاكتتاب، وهذا يؤدي إلى ضعف في الخبرات أثناء تقييم المخاطر. هناك أيضا مخاطر السيولة، وكما نعرفها جميعا، هي عندما تكون شركة التأمين غير قادرة على الالتزام بوعودها وبأداء مبالغ التعويضات للمشتركين. هناك أيضا مخاطر الاحتيال. مخاطر الاحتيال هي عندما تتعرض شركة التأمين للاحتيال، خصوصا من طرف المشتركين، عندما يتم تعويض متضرر بأكثر من المستحق، أو عندما تكون هناك مطالبة بحوادث وهمية وغيرها. هذا كانت خلاصة، هذه كانت خلاصة بالنسبة للمخاطر التي تتعرض لها شركة التأمين بصفة عامة. هناك مخاطر تخص شركة التأمين التكافلي بصفة خاصة، يمكن أن نصنفها في 6 مخاطر. هناك مخاطر المنافسة مع شركة التأمين التجارية في السوق التأميني، من حيث السعر، من حيث التسويق، من حيث جلب الزبناء أيضا، من حيث توسيع مجالات التأمين وزيادة في الرأس مال. هناك خطر آخر، وهو يؤدي إلى عدة أخطار أخرى، هو العجز في صندوق المشتركين، حيث عندما يكون هناك عجز في صندوق المشتركين قد ينتج عنه خطر في السيولة طبيعة الحال، وبالتالي أخطار في السمعة التجارية، في المنافسة السوقية، وقد يترتب على الخطر في العجز في صندوق المشتركين خطر في يصل إلى الإفلاس. وفي هذه الحالة قد تضطر شركة التأمين التكافلي إلى اللجوء لشركات إعادة التأمين، وهذه الشركات قد لا تكون إسلامية ولا تقبل بالشروط المقبولة شرعا، وهذا الخطر قد يؤدي إلى خطر آخر، وهو مخاطر عدم الالتزام بأحكام الشريعة، حيث عندما تكون شركة التأمين التكافلية كما نعرف هي ملزمة باتباع الشريعة الإسلامية، وإذا ما قامت بمخالفة شرعية فهذا يؤدي إلى حرمان الشركة من مكاسب، وأيضا تتعرض لخسائر كبيرة. من بين المخاطر الأخرى التي قد تتعرض لها شركة التأمين التكافلي بصفة خاصة هي اختلافات فقهية، وهذه الاختلافات ترتبط بمخاطر السيولة، في اختلاف في وصف العلاقة العقدية للتبرع الذي تنطبق على الاشتراكات التأمين التكافلي، وهذا يؤثر على تحديد ملكية موجودة الصناديق، كذلك من المسؤول عن الملاءة المالية لهذه الصناديق، من يتحمل تبعات الهلاك عند وقوع الأخطار أو الخسائر وما غيرها. هناك أخطار أخرى متعلقة بالاستثمار، حيث شركة التأمين التكافلي هي أيضا تستثمر، ولكن استثماراتها هي إسلامية، تستثمر احتياطاتها الفنية في استثمارات إسلامية، وهذه الاستثمارات لا تخلو بطبيعة الحال من المخاطر، ومما قد يؤثر بعد ذلك سلبا على أرباح الشركة وعلى مركزها المالي.
بالنسبة للمخاطر أيضا، هي أن شركة التأمين التكافلي على غيرها من شركة التأمين التجارية يجب عليها الجمع بين الاختصاص في المجالين الإسلامي وكذلك المجال المالي، وجمعها بين هذه الاختصاصات يحتاج إلى كفاءة في المجالين، وهذا قد يؤدي إلى أخطاء إدارية وكذلك تخطيطية. هنايا حاولت تلخص المخاطر التي قد تتعرض لها شركه التامين التكافلي بصفه خاصه، والمحور الثالث والاخير يتطرق لكيفيه اداره هذه المخاطر عند وقوعها او استباقيه وقوعها. بالنسبه للمخاطر التي تتعرض لها شركه التامين التكافلي، فهي يقوم ادارتها من طرف اداره مستقله تسمى اداره المخاطر، وهذه الإدارة تهتم بالقيام بمجموعة من المهام والوسائل لتحديد المخاطر، ترتيب الأولويات ديالها، تطبيق الاستراتيجيات للحد منها والآثار السلبية المترتبة عليها، وكذلك تقوم بوضع نظم كافية ومراقبة لضمان أن التغطية ديالها تكون في حد مقبول، وكذلك للتأكد من كفاية الموارد اللازمة لتغطية هذه الأخطار في حالة وقوعها. وكل هذه الوسائل والمهام تبنى بطبيعة الحال على أسس منهجية، على أسس علمية عملية، وكذلك بطبيعة الحال شرعية. من بين الاستراتيجيات التي تتبعها إدارة شركة المخاطر في بالنسبة للتأمين التكافلي، خصوصا لمواجهة مخاطر المنافسة مع الشركة التجارية وكذلك مخاطر السيولة، وهي تتصنف إلى 4 استراتيجيات كبرى. الاستراتيجية الأولى وهي حوكمة الشركات، حيث أن حوكمة الشركات ليست مهمة فقط بالنسبة لشركة التأمين التكافلي خاصة، وإنما بالنسبة لكافة الشركات التجارية، حيث هي تتمثل في عامة القوانين والقواعد والمعايير التي تحدد العلاقة بين إدارة الشركة وبين أصحاب المصالح والأطراف المرتبطة بها، من حملة أسهم، من عمال، من مدينين، وكل الأطراف المرتبطة بإدارة هذه الشركة. وتثبيت حوكمة الشركات بطريقة سلسة هو كفيل لحسن الأداء والمراقبة لهذه الشركات ولإدارة للوصول إلى إدارة سليمة لهذه الشركات. بالنسبة للاستراتيجية الثانية وهي استراتيجية العرض والإفصاح، حيث أن شركة التأمين التكافلي هي يجب عليها بث المعارف والمعلومات بطريقة واضحة، حيث أنها يجب عليها إظهار كافة الحقائق المالية التي يعتمد عليها الأطراف المهتمة بهذا المشروع التشاركي التكافلي، وكذلك الإفصاح الكافي الذي يعتبر الأكثر استخداماً من طرف مختلف الشركات التجارية. وهذا الإفصاح هو من أهم المبادئ الرئيسية لإعداد القوائم المالية، لإعداد الحسابات الختامية لصناديق التأمين، ولتجنب تضليل الأطراف المهتمة وذات العلاقة بهذه الشركات. بعد ذلك الاستراتيجية الثالثة ما قبل الأخيرة وهي الشفافية، حيث أن مبدأ الشفافية في المعلومات المالية للميزانيات والتقارير المختلفة التي تتاح لمختلف الجهات المعنية أو لمختلف الجهات التي تهتم بشركة التأمين التكافلي هي مهمة جداً، حيث أنها تمكن من الاطلاع بكل حرية على مراحل اتخاذ القرارات التي تتخذها الإدارات التنفيذية لشركة التأمين التكافلي، من تقارير، من مرفقات توضيحية التي تكون بصورة شهرية، ربع سنوية، أو تكون بصورة سنوية، وهي يجب عليها أن تكون واضحة للجميع لإظهار أي أخطاء في ضوء الوسائل القانونية المنظمة. بالنسبة للاستراتيجية الأخيرة والتي سأنهي بها تدخلي هي الرقابة والتدقيق، حيث أن الرقابة تعتبر مهمة جدا، ولقد تطرق لها الزملاء والدكاترة في حصة البارحة وهي تتعلق بمختلف الآليات التي على أساسها يتم تطبيق مفهوم الحوكمة، سواء كانت رقابة شرعية، رقابة خارجية أو رقابة داخلية، وهي تمكن
من مراقبة الأعمال والوظائف التي تقوم بها كل إدارة على حدة، وكذلك تمكن من الاكتشاف المبكر للأخطاء أو للأخطار سواء كانت متعمدة أو كانت غير متعمدة، ويتم آنذاك تصحيحها في أوانها. أشكركم على إصغائكم، وأنا أراه لإشارتكم للإجابة على الأسئلة، وشكراً. شكراً جزيلاً لك دكتورة غيثة بن نونة، مداخلتك أثلجت الصدر لأنها كانت مركزة ودقيقة وفيها حسن التفريع وتقديم المعلومة بقالب مستساغ. أمر مباشرة للدكتور هشام المراكشي، وهو أستاذ باحث بجامعة شعيب الدكالي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة، محافظ على الأملاك العقارية سابقاً. مرحبا بكم دكتور هشام المراكشي، فرحنا كثيرا بإطلالتكم البهية، وسنفرح أكثر فأكثر عندما نستمع لهذه الورقة التي ستتفضلون بها في حدود ما تم الاتفاق عليه العشرون دقيقة هذه، التي أجد نفسي مضطرا لأذكر بها السادة الدكاترة الفضلاء. يتفضل الدكتور هشام المراكشي، مشكوراً مأجوراً. الكلمة لكم دكتور، مرحباً. الحمد لله، الحمد لله يا رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. شكراً على كلمتك الطيبة وعلى تشريفكم بالشخص المتواضع بالمشاركة مع هذه القامات العلمية، سواء يوم أمس أو اليوم، والذي يجد الإنسان نفسه محرجاً ماذا سيضيف. نسأل الله السداد، ونسأل الله القبول، ونسأل الله التوفيق. أمين. شكرا لهذا المركز، شكرا لهذه الندوة المباركة في هذا اليوم المبارك الأغر، يوم الجمعة. ومداخلتي إن شاء الله حماية المستهلك في عقد المرابحة، وهي لن تكون مداخلة أكاديمية بالضبط، وإنما سأركز على ثلاثة نقاط كانت دائما وسبب طرحها من خلال تجربتي العملية، وأحس بأن هناك غبن يمارس تجاه من أراد أن يتعامل مع البنوك التشاركية. فحماية المستهلك في عقد المرابحة، طبيعة الحال سيد الرئيس وإخوة الأساتذة والأفاضل، لن ندخل في التعريفات على اعتبار حماية المستهلك معروفة عقد المرابحة، ولكن في دقيقتين فلدينا قانون 3108، كان قانونا مهما وكان صرحا تشريعيا في حماية المستهلك. واستبشرنا خيرا مع دخول تجربة البنوك التشاركية إلى المغرب، والتي كان طال انتظارها منذ زمان، فكانت تجربة مهمة، لها ما لها وما عليها ما عليها. فالإنسان يجد نفسه وهو يريد أن يتعاقد ويقتني عقار أمام أمرين، إما أن يخضع للعقود الكلاسيكية في إطار القروض العادية، وإما أن يذهب إلى الاتجاه القائل بحلية أو بأنها لا حرج في البنوك التشاركية، فيبدأ للتعاقد عبر عقد المرابحة باعتبار أهم العقود التي تبرم في هذا الإطار. ونعلم أن قانون حماية المستهلك يعطي ضمانات كثيرة للمقترض، من بينها المادة 59 التي تتحدث عن الجهل، لا تعتبر بطلان التزام باطلا في حالة الجهل. كذلك يستفيد المقترض من الإمهال القضائي المنصوص عليه في المادة 149، يستفيد المقترض كذلك من السداد المبكر المنصوص عليه في المادة 132 من قانون حماية المستهلك، ويستفيد كذلك ويؤدي واجبات التقييد في المحافظة العقارية. هذه الأمور التي قد يبرمها المتعاقد. ننتقل الآن الذي شخص آخر، نفس الشخص أو صديقه أو جاره، سيشتري نفس العقار أو عقارا مماثلا جار، ولكنه سيقتني في عقد المرابحة. يفترض أن نكون على الأقل نحقق عدلا أو مساواة بين الناس. ما قدمه هذا القانون وما أبرمه هذا السيد وما أداه من واجبات الذي تعامل في إطار القروض العقارية العادية يؤديه الطرف الآخر، لنكون أمام عدل، ولو كان ولو عدل نسبي.
فتأتي المفاجأة الأولى أنه لا يمكنه الاستفادة من السداد المبكر. لماذا؟ لأننا نقول له نحن لا نتحدث عن قرض عقاري، نحن نتحدث عن تفويت عقاري. فالمؤسسة البنكية اشترت ب500,000 درهم وباعت لك ب900,000 درهم، إذن الدين الذي أنت مطالب بأدائه 900,000 درهم، 90 مليون سنتيم، في خلاف العقد القرض العادي فهو اقترض 500,000 درهم كذلك 50 مليون، وسيؤدي عن طريق أقساط فوائد 90 مليون نفسها. ولكن يمكن للمشتري المقترض في العقود القروض العقارية أداء أصل الثمن اللي هو 500,000 درهم. ينص المشرع صراحة في المادة 132 من قانون حماية المستهلك على السداد المبكر، ويمكن يقول المشرع يمكن للبنك أن تضيف 10% من التعويض من التسويق، ولكن لا تتجاوز النسبة حددتها المشرع مادة 133 من 34 2%. أكثر من ذلك يقول المشرع لا يحق للمؤسسة البنكية فرض فوائد أو تعويض اتفاقية أكثر مما هو مسموح به في المادتين 132 و133. إذن عندي الحق في السداد المبكر، غنسدد لك أنا أصل الدين اللي سلفتيني اللي هو 50 مليون. أما الشيء الآخر هو كان كريدي، كان رهن، ما غنسددوش لك لأن أنا متفق معك غنأديه لك من هنا 25 عام. تنجينا عن ملعقة المرابحة، تنقول له لا، المادة 5 تعطيك السداد المبكر مرحبا، ولكن السداد المبكر غتأدي لي الثمن كاملا. وتجي المادة 7 من عقد المرابحة من قرار وزارة وزير المالية الذي صادق على قرار والي البنك المغرب، وتقول ليه يمكن يمكن، شوف ولينا تنتحدث هنا، يمكن للمؤسسة البنكية التنازل عن جزء من هامش الربح، ممكن إلا بغات، لا يجبرها القانون، يمكن لها أن تتنازل عن جزء من هامش الربح لفائدة العميل. وشنو شرطات المشرع؟ أن لا يكون منصوصا عليه في العقد. يعني نهار نديروا العقد نقول لهم شوفوا ديروا معايا في العقد، نهار نبغي نخلص لكم راه غيكون عندنا واحد التنازل على هامش الربح. المشرع اعتبر هذا الشرط باطل، قال لك لا، لا ينص عليه في العقد، وما كاينش يوم حتى الأداء المبكر والسداد المبكر يمكن آنذاك للمؤسسة البنكية. هذا غبن في حق من يتعامل بعقد المرابحة. ونهضروا سمح لي وغنهضروا شويه بالدارجه، والحلال غالي، ما يمكنش، على الاقل نطالب بالمساواه. الى عند هذا السداد المبكر انا غنادي لك السداد المبكر، وان تبعت لي ربما هذا، انا ما تندخلش الامور الفقهيه على اعتبار ان المجلس العلمي الاعلى والمجمع الفقهيه يجب ان يجدوا حل لهذه المساله على اعتبار ان هذا بيع وليس قرضا، ولكن راه بيع بناء على انني غنسدد لك المبلغ على مده من الزمن. هذه من الناحية القانونية، فالمشتري في عقد مرابحة لا يستفيد من السداد المبكر. كذلك مسألة هذه الحمد لله يمكن أو ما يسمى بالإمهال القضائي في حالة ظروف اقتصادية أو اجتماعية، فالمادة 149 من قانون حماية المستهلك تمنح الإمهال القضائي أي واحد، أي مقترض تضرر من نتيجة فصل من العمل أو تضرر أو غير عمله أو اي امر وقع عليه مستجد، فعنده الماده 149 قانون حمايه المستهلك اللي يمكن له يلجا لرئيس المحكمه الابتدائيه ويامر البنك بوقف سداد الاقساط. ثم مساله اخرى مهمه هي تنضاف الى المتعامل مع عقد المرابحه، هي تقييد في السجلات العقاريه. المقترض في العادي في اطار القرض العقاري ينتهي المرحلة ديال القرض، تنتهي المرحلة فيؤدي واجبات، هناك واجبات الموثق، كذلك واجبات ضريبية، كذلك واجبات المحافظة العقارية، ويكون أمام تصرفين، لدينا تفويت من المنعش العقاري إلى المستهلك المقترض، ولدينا عقد قرض بنكي، فيجب أن يؤدي الثمن مرتين، شراء القرض. عندما نتحدث عن عقد المرابحة نحن ليس أمام عقدين وإنما ثلاثة عقود، لدينا الشراء الأول الذي يكون بين البائع والمؤسسة البنكية، ولدينا التفويت الثاني الذي يكون من المؤسسة البنكية إلى المقترض، ولدينا عقد القرض. إذن نحن أمام ثلاثة تقييدات وليس تقييدين. هذه التقييدات
تضيف مجموعة من المبالغ المالية. إن كان المشرع الضريبي قد تدخل مشكورا وأعفى التصرف الثاني لجد واجبات ضريبية، فعلى مستوى أتعاب الموثق يؤدى الثمن، يؤدى لأنه يشتري عقدين، يكتب عقدين أنه نكتب وبقيمة ويحدد بقيمة المبلغ. ثانيا على مستوى التقييد بالرسم العقاري يصدم أنه يضيف 1200-300 درهم تقريبا، لأن المشرع في القانون واجبات المحافظة العقارية اعتبر أن نفس ثمن 500 ألف درهم ديال الشراء غيكون بحال بحال، واجبات الرهن غتكون بحال بحال، ولكن هو عنده تقييد آخر ديال المرابحة غيأدي عليه 1000 درهم إضافية، إضافة إلى شهادة الملكية ديال، فهنا غيحس أنه أدى الواجبات اللي غيأدي الذي تعامل في عقد المرابحة أكثر وتفوق المبلغ الذي أداه المتعامل في العقود العقارية. هنا نأتي إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة مهمة. إنسان قد يقتني عقارا، والأصل أنه يقتني عقارا ليسكن فيه، ليقيم فيه مع أسرته، فقد تحدث ظرف طارئ أنه لا يمكن أن يقطن فيه، إما انتقال، إما أنه يريد أن يكري ذلك العقار ويخول للكلاء. فهنا بعض البنوك التشاركية في العقد تنص على منع التفويت، وإن كان هذا مقبولا على اعتبار أنها تريد أن تحمي ذلك الحق، وهذا شرط إرادي، لا يمكنك تفويت العقار ما دام أنه مرهون، ولكن تضيف منع الكراء. فنحن فيتفاجأ المقترض أو المشتري العقار أنه يمنع عليه استغلال عين المكترات، إذا ما عندوش حق حتى الكراء، مع العلم أن الكراء لا يؤثر ولا ينقص من قيمة العين المكترات. السيد اشترى منزل، جاته ظروف أنه ما بقاش في تلك المدينة، انتقل إلى مدينة أخرى، منطقيا ما دام يملك عقار حقه يكريه، فيفاجأ بأنه في عقد المرابحة عنده واحد الشرط، منع التفويت، منع الرهن، هذه مقبول بين قوسين لأن تتعمت القرى العقارية، وتضاف له منع الكراء، وبعد مرة تخرج لفتة في شهادة المحافظة العقارية، لما يبغي يمشي يدير عقد كراء مع هو الملك دياله ويؤدي أقساط ولا يمكنه كراءه، وهل الكراء يؤثر في العقد في العين المكترة؟ لا يؤثر، إذا نعتبر هذا شرط تعسفي. أتمنى من المؤسسات البنكية أن تتجاوز، إذا كنا غنتفق على منع التفويت على اعتبار أن محققة الشرط منع التفويت ما دام أن قرضاتك أنت كشخص، وإن كان تتمتع بحق التتبع، ولكن هذا نقاش آخر، ولكن ما تديرش منع الكراء، لأن كثير من الناس يريدون يستثمروا أموالهم فيصدموا ويفاجأوا. هذه ثلاثة ديال الأمور تطرح لنا التساؤل. هنا نطرح التساؤل الشق الثاني، ما مستقبل عقد المرابحة مع هذه الإكراهات؟ هذه إكراهات، وهنا خصوصا ندواء تقييم تجربة، لهذا نقترح مجموعة من الاقتراحات نتمنى أن يأخذ بها أهل الحل والعقد، وهي أولا إذا كان يجب البحث عن فتوى شرعية علمية لنقاش الأمر بشكل هادئ، السداد المبكر لا يجب أن يطال المبلغ كله، لأنني أنا أدي لك على 25 عام 90 مليون، أنا اليوم بغيت نخلص لك اليوم جاتني الفلوس، ما يمكنش نأدي الكامل. ثانيا تعديل مرسوم 2016 المتعلق بواجبات المحافظة العقارية وإعفاء التقييد الثاني من هذه الواجبات، ما دام أنا أؤدي الواجبات اللي ولدت التفويت اللي هي 500 ألف درهم ولا 600 ألف درهم كاملة كما نص عليه المشرع 51%، ما دام أنا أؤدي تقييد ذلك الرهن تبقى لي المرسوم وما زادش واحد 1000 درهم ولا 1500 درهم، وكذلك مجموعة من الأتعاب إلى غير ذلك. لهذا نعتبر أن إعفاء التقييد الثاني هو أمر ضروري حماية للمستهلك. ثانيا النص على مسألة إمكانية السداد المبكر أو البحث عن حل شرعي قانوني، لأننا نعلم أننا عندنا عائق على اعتبار أن عقد المرابحة ليس قرض وإنما هو تفويت، هذا نقاش، ولكن يجب البحث عن حل لا ضرر ولا ضرار ما دام أننا نلجأ إلى حلول فقهية، لأن مش هذاك المشتري كما قلت بين قوسين في البداية غيجي يحضر الغالي بزاف، لهذا نتمنى أن المشرع يأخذ بهذه الاقتراحات، والمجلس العلمي الأعلى وجميع المؤسسات اللي عندها السلطة والرقابة على هذا العقد المرابحة. حنا كما قلنا في البداية فتجربة جميلة، الحمد لله أن المغرب سنوات وهو ينادي بالبنوك التشاركية، ولكن هذه العراقيل نريد أن نفترض حسنية، لكن سنقول بسؤنية أن هذه عراقيل تمنع الانتشار الواسع
والتحد من إقبال المغاربة على البنوك التشاركية. هذا كل ما لدي السيد رئيس، أتمنى أن أكون خفيف الظل في هذه الأمسية المباركة. هذه بعض الاقتراحات التي ألامسها من خلال غيرتي على هذه البنوك التشاركية وعلى عقد المرابحة. أتمنى أن أكون قد وصلت الفكرة إلى من يعنيهم الأمر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتور هشام المراكشي، رسائلكم واضحة على غرار ما تفضل به من سبقك من الدكاترة. أظن أن مثل هذه المداخلات التي تثلج الصدور، أظن أنها تجعل هذه الندوة تسير في المسار الذي أريد لها منذ البدايات الأولى. ومداخلتكم دكتور فيها ما فيها من التدقيق والتحقيق، وهذا هو المطلوب في ندوة أريد لها أن تتحدث عن التحديات وعن التطلعات وترصد الواقع والمتوقع، لأنه أحياناً تقرأ تفرح تطبق تحزن أحياناً حتى لا نعمم. شكراً لكم دكتور. نمر مباشرة إلى المتدخل الثالث مع الدكتور محمد الفريخي، دكتوراه في القانون الخاص بجامعة محمد الخامس، دكتوراه في الدراسات الإسلامية، شهادة العالمية بجامعة القرويين، أستاذ بجامعة محمد الخامس كلية الحقوق سلا، أستاذ زائر بجامعة القرويين بفاس، رئيس جمعية العلماء خريجي القرويين، مستشار في التشريع في تشريع المالية التشاركية، مستشار وخبير محكم لدى مجموعة من المراكز والمجلات. مرحبا بكم دكتور محمد الفريخي، وأنتم من سيحدثنا ويضع الأصبع كما وضعه من سبقكم من الدكاترة الفضلاء. أنتم من سيتحدث عن محور واقع الإطار التشريعي المغربي لسكوك التمويل والاستثمار. مرحبا بكم دكتور محمد الفريخي في حدود ما اتفق عليه من الوقت. أسأل الله تعالى أن يسددكم وأن ينفع بكم. تفضلوا مشكورين أستاذ. شكرا لكم أستاذ الدكتور عبد الغفور بركاني، حفظك الله على هذا التيسير فعلا مختصر المركز والميسر. طبعا موضوع مداخلتي هو واقع الإطار التشريعي المغربي لصكوك التمويل والاستثمار. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. في البداية أتقدم بالشكر للسادة المنظمين وللمركز المغربي المنظم لهذه الندوة المتميزة، كما ألتمس أن يكون وقت هذه الجلسة مملوكاً فيما بين المتدخلين الثلاثة على الشياع، بحيث إذا بقي من الوقت شيء لدى البعض يضاف إلى البعض الآخر إذا أمكن السيد الرئيس. إن شاء الله. مرحباً دكتور، نحن فعلاً من جانبنا لا نمانع أبداً، لكن فقط من أجل أن يستفيد منكم الحضور أكثر فأكثر، فنحن نريد إذا ما ظفرنا وربحنا شيئاً من الوقت أن نفسح المجال واسعاً للمتدخلين من أجل الاستزادة من علمكم. هذا من هذا الباب فقط، وإلا ما كان لي أبداً وأنا في هذا المقام المتواضع في بمقارنة هؤلاء الضيوف الذين شرفوا المركز، ما كان لي أبداً أن أتحدث بصرامة بعض المسيرين أبداً، وإنما إذا تفضل الدكتور فأخذ وقته المحدد له يكون ذلك أسعف لمن يتابعنا من الباحثين والأساتذة والأكاديميين والدكاترة من أجل المزيد والكثير من الأسئلة، لأن هذه المحاور محاور غنية جداً. من هذا الباب لعلكم فهمتم الرسالة، تفضلوا، مرحبا بكم دكتور. حفظك الله. إذن أهمية الندوة كما أشرت له ترتكز على أمرين أساسيين، الآفاق والتطلعات المنتظرة من المالية التشاركية، وهذا النظام المالي الذي سيكون متميزاً طبعاً متى كان منضبطاً
لمنطلقاته الشرعية ومحققا لأهدافه ومقاصده الاقتصادية والتنموية والاجتماعية. هذه الآفاق طبعا التي لا محالة من اصطدامها بتحديات عدة نظرا لما في كل مرحلة تأسيسية من صعوبات وتحديات، ونظرا للنظام المالي والاقتصادي القائم طبعا والذي لا يمكن بالمرة إعدامه لتقوم المالية التشاركية مقامه، لأن هذا الأمر صعب لعدة أسباب طبعا ليس هذا مجال تبسيطها. عندما نتحدث طبعا عن النظام المالي والبنكي القائم والذي انفتح عن النظام المالي التشاركي الذي تطبعه عدة مميزات يسمى بها أو معها نظاما خاصا أو تشاركيا، فإن هذا النظام المالي التشاركي يعرف الكثير من التحديات على مستويات عدة، من أهمها المستوى القانوني والتشريعي الذي من شأنه أن يؤسس ويضبط وينظم لمالية تشاركية قائمة بذاتها تشريعا وتنظيما، وهو ما أخذ الكثير من الوقت منذ مدة بعيدة. فطبعا ملامح هذا النظام بدأت بتاريخ 1991 إلى يومنا هذا 2022. طبعا بداية الملامح ديال هذا النظام طبعا لم تظهر تسميته إلا مع القانون رقم 103/12. في هذا السياق تأتي مداخلتنا هذه التي تكتسي طبعا أهميتها من أهمية الندوة عامة ومن أهمية التسكيك في المالية الإسلامية والتشاركية، كما تكتسي أهميتها أيضا من خلال الوقوف على واقع الإطار التشريعي في المغرب المتعلق بالمالية التشاركية عامة وبصكوك التمويل والاستثمار بصفة خاصة، ولكن هذا الواقع من زاوية التطلعات والتحديات. هذه الأهمية التي تبقى في الكثير من مقتضياتها وآثارها ضمن التطلعات والآفاق في ظل عدم استكمال النصوص التشريعية وعدم تدقيق في الإطار التشريعي المنظم للمالية التشاركية عامة والمنظم لصكوك التمويل والاستثمار بصفة خاصة، مما يطرح أو يطرح معه الإشكال الأساسي الآتي: هل الأهمية التي تكتسيها الصكوك في قيام المالية التشاركية بأهدافها ومقاصدها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لها من الإطار القانوني ما يسمح بتحقيق هذه الأهداف والمقاصد؟ هذا الإشكال الأساس طبعا تتفرع عنه مجموعة من المشكلات والتساؤلات، ألخصها في الآتي: ما الآفاق والتطلعات التمويلية والاستثمارية للصكوك في إطار تشريع البنوك التشاركية؟ وما هي الآثار الاقتصادية والاجتماعية والتمويلية طبعا المنتظرة من هذا التشريع ومن هذا النظام المالي؟ أيضا ما التحديات والإشكالات القانونية التي تؤخر تفعيل أو التفعيل الكامل لعملية التسكيك حتى تحقق الأهداف المرجوة منها؟ نجيب طبعا عن هذه التساؤلات من خلال المبحثين الآتيين: المبحث الأول آفاق وتطلعات تفعيل صكوك التمويل والاستثمار، والمبحث الثاني تحديات تفعيل صكوك التمويل والاستثمار ودائما في إطار شريعي. طبعا قبل الجواب عن هذه التساؤلات من خلال المبحثين أعلاه، لا بد من بعض التنبيهات والمقترحات المؤطرة لكل الفاعلين المعنيين بالمالية التشاركية. الأمر الأول طبعا أو تحت عنوان واجبنا تجاه تحديات وتطلعات المالية التشاركية بصفة عامة. طبعا التنبيه أو الاقتراح الأول هو طبعا الالتزام بالأدوار والواجبات، فدور البنك طبعا هو التجارة، ولذلك الكثير من المتدخلين ركزوا على طبعا بعض الملاحظات على البنوك وعلى يعني غياب التحفيز بالنسبة لهذه المعاملات. طبعا نقول دور البنك هو التجارة كما يقولون طبعا، لكن الذي يحقق التوازن والاعتدال في هذه التجارة ويحمي
حقوق بقية الأطراف ومن ذلك حماية المستهلك كما أشار إلى ذلك الدكتور والأخ العزيز هشام المراكشي، أيضا دور بقية المؤسسات المعنية. فلا بد من أن تكون المؤسسات المعنية كالمؤسسات التشريعية والمالية، فلا بد من الأداء المالي بالنسبة للبنوك، ولا بد من الأداء التشريعي طبعا بالنسبة للمؤسسات المعنية، ولا بد من الأداء الاقتصادي والتنموي. أيضا هناك دور للباحث في هذا الالتزام بالأدوار والواجبات، فهدف الباحث ليس أن يغني أو أن ينشئ شعرا للبنوك، وليس طبعا أن يبكي أو يتباكى مع الزبناء ومع المتعاملين على البنوك. فدور الباحث طبعا في هذا التنبيه هو الوقوف على الإشكالات العلمية وإثارة هذه الإشكالات وتحديدها واقتراح الحلول لها والحياد في ذلك. فنحن لسنا نقوم بإشهار لأي جهة معنية، لكن كم يسرنا أن يكون نظامنا الاقتصادي والبنكي والاجتماعي نظاماً متميزاً فاعلاً يستفيد منه الجميع في إطار حقوق متوازنة ومتعادلة. فنحن أمام أيضاً من جهة أخرى ثلاث مستويات من حيث السرعة. طبعاً من حيث الجانب التشريعي والمطابقة والرقابة إلى غير ذلك، هذا الجانب يتسم بالبطء. من حيث طبعاً عالم التجارة وعالم البنوك ومن شأنه أن يتسم بالسرعة والمخاطرة. من حيث طبعاً دور الباحث هو ينتقد ويقيم ويحاول أن يخلق التوازن بين هذا البطء وبين هذا الإفراط في السرعة في البعد الإيجابي. طبعاً أي باحث، طبعاً الباحث في التشريع وفي الفقه وفي القانون وفي الاقتصاد وفي المال وفي الهندسة المالية وفي التنمية وإلى غير ذلك، والجميل في هذه الندوة أنها استوعبت متخصصين متنوعين من حيث التكوين، لذلك تلاقح هذه الأفكار وهذه المقترحات من شأنها أن تنتج عفوا شيئا إيجابيا في هذه الندوة. طبعا ينبغي رصد التحديات والمشكلات طبعا في إطار تعاوني فيما بين البنوك، فيما بين المؤسسات، فيما بين الباحثين، ولا نبقى نلقي اللوم، بعضنا يلقي اللوم على الطرف الآخر، فينبغي التعاون طبعا بين البنوك وبين الباحثين وبين بقية المؤسسات. بعد هذا الاقتراح والتنبيه أرجع طبعا إلى المبحثين لعرض خلاصتي كل مبحث على حدة باختصار. طبعا المبحث الأول آفاق وتطلعات تفعيل صكوك التمويل والاستثمار. طبعا الآفاق والتطلعات المنتظرة من تنظيم وتفعيل الصكوك هي كثيرة ومتعددة ومتنوعة، أهمها أذكرها في الآتي. رقم واحد البعد التشاركي في التمويل. هذه الصكوك أو تنظيم الصكوك من خلال طبعا القانون 69/7، هذا التنظيم طبعا تطبعه الخاصية التي تميز البنوك التشاركية عامة، وهي البعد التشاركي في التمويل. البعد التشاركي في التمويل طبعا هذا البعد التشاركي تحكمه قاعدة الغنم بالغرب، وهذا عكس ما نجده في البنوك التقليدية التي تحكمها قاعدة الغنم فقط، أما الغرم فيتحمله الطرف الآخر والبنك بمن عن ذلك. فالبعد التشاركي بالنسبة لصكوك التمويل هو على مستويين، بالنسبة للمستثمرين فطبعا من شأن كل المستثمرين في كل مستوياتهم أن يشاركوا في عملية التصكيك، وأن تكون لهم طبعا أن يشتروا سكان معينا ويتداولوا إلى غير ذلك من الأمور. إذن فالبنوك أو فالصكوك عفوا هي تتسم بالبعد التشاركي في التمويل وفي الاستثمار أيضا الصكوك هي وسيلة فعالة لتحقيق التمويل. ففي ظل الأزمات المالية الاقتصادية التي عرفها العالم طبعا والتي يشهدها من حين لآخر، والتي يشهدها في هذه الظرفية الوبائية التي يعيشها
العالم، والتي تخفي طبعا في ثناياها تخفي أزمات مالية واقعة ومنتظرة طبعا. فالصكوك هي وسيلة فعالة لتحقيق التمويل، فالكل يبحث طبعا عن حلول للأزمة أو للأزمات المالية، ومن أهم الوسائل المحققة لذلك طبعا طريق التمويل الاستثماري عن طريق الصكوك. الصكوك تعتبر أهم وسيلة لتحقيق ذلك، ومن هنا طبعا نسجل إيجابا ما جاء في القانونين، القانون رقم 103-12 من خلال المواد 54-70 التي خصصت للمنتجات التمويلية، والقانون 69-7 المتعلق بتدبير الأدوات المالية من خلال إصدار الصكوك وتداول هذه الصكوك إلى غير ذلك. طبعا نسجل إيجابا تنوع هذه الصكوك، ثم نسجل أيضا إيجابا أن هذه الصكوك ليست حصرية، حيث يمكن طبعا للمؤسسات المعنية أن تنشئ صكوك على أي عقد من العقود المسمات أو العقود غير المسمات بمصطلح قانون الالتزامات والعقود، بل يمكن للصكوك أن تقوم على عدة عقود، على عدة عقود. ونسجل هنا أن المشرع المغربي لم ينظم هذه القضية ولم يشملها طبعا بضبط وبتنظيم. فمثلا قد نكون أمام استثناء لأصول عقارية يتم إيجارتها بعد ذلك، وفي هذه الحالة نكون أمام صكوك استثناء من صنف صكوك التمويل، حيث تم من خلالها تملك أصول بعقد الاستثناء، وصكوك الإيجارة حيث تم من خلالها تملك أصول من أجل تأجيرها. طبعا وهذا يستدعي التدخل إما من خلال القرارات أو المقتضيات التطبيقية والتنظيمية لحسم ما يطرح من جدل بخصوص هذه الصكوك المركبة. الأمر الثالث طبعا الذي يبرز تطلعات والآفاق المتعلقة بالصكوك طبعا هو اتسام تنظيم تشريعي في التجارب الدولية بالكثير من الضمانات وقلة نسبة المخاطر. أغلب الدراسات طبعا المتعلقة بالموضوع تشير إلى أن المخاطر نسبتها يسيرة بالنسبة للصكوك مقارنة مع السندات، مقارنة مع الأسهم، مقارنة مع غير ذلك من الأدوات المالية. أيضا هي تتسم بالكثير من الضمانات، وأحيانا قد تتدخل الدولة لضمان هذه الصكوك. الأمر الرابع أيضا تنوع تغطية الاحتياجات التمويلية، هذا من الآفاق التي ننتظرها طبعا من خلال تفعيل الصكوك، من خلال تنوع مصادر التمويل للصكوك كما تنص على ذلك المادة 7 في فقرتها الأولى من القانون 67-7، حيث تتكون أصولها هذه الصكوك طبعا إما من عقارات وإما من نقولات وإما منافع وإما خدمات أو غير ذلك، كما أن هذه الصكوك بدورها تتنوع وفق الحاجات المالية المتطلبة وحسب ما يلائم المجالات والمؤسسات والأفراد التي تحتاج إلى تمويل مشاريعها، حيث نجد هناك الصكوك التمويلية، صكوك المرابحة، السلام والاستثناء، وصكوك الإيجارة، وأيضا صكوك الاستثمار كصكوك المضاربة والوكالة والمشاركة، وصكوك المحافظ الاستثمارية، وأي صنف آخر يحدد طبعا بنص تنظيمي من الصكوك. في الصكوك هي عمليات ليست حصرية، فهذا التنوع طبعا وعدم الحصر له أهميته على مستوى التمويل والاستثمار. أيضا من الآفاق التي كان ينتظرها الكثير من المؤسسات وأيضا من الأفراد والمقاولات إلى غير ذلك أن هذه الصكوك التشاركية تسمح بدفع التحرج سواء بالنسبة للمستثمرين في الصكوك أو بالنسبة لمن لهم حاجة في التمويل لمشاريعهم أو توسيع هذه المشاريع، بحيث أن أولئك الذين يبحثون عن مجالات أو وسائل شرعية للتمويل أو وسائل شرعية أو أدوات شرعية للاستثمار وكانوا لا يرغبون في استثمار أموالهم بالطرق التقليدية المرتكزة على الربا أو ما يسمى
تغليفا بالفائدة، فنجد على المستوى المحلي أو الدولي نجد أن هذه الإمكانية أصبحت متاحة، وأن دفع الحرج على المستثمرين وعلى من هم في حاجة إلى التمويل ستفتح أو ترفع هذا الحرج صكوك التمويل والمالية التشاركية بصفة عامة. أيضا من التطلعات تحقيق جذب رؤوس الأموال على المستوى المحلي والدولي، ولا أفصل في هذه النقطة ربحا للوقت وأتركها للمناقشة إن كانت تحتاج إلى المناقشة. هذا طبعا بالإضافة إلى الآفاق التنموية للصكوك، وهذا هو المركز الذي يتناغم مع المشروع التنموي الجديد. هناك الآفاق التنموية للصكوك، ذلك أن التنمية الاقتصادية تتسم بالشمول لتحقق زيادة حجم الإنتاج وزيادة التشغيل وتحقيق التشغيل الذاتي وتحقيق الاستثمار وتحقيق التوظيف، ومن ثم تحقيق زيادة في الدخل القومي، وهذا على عكس النمو الاقتصادي التقليدي الذي يرتكز على زيادة الدخل. ومن مظاهر هذه التنمية التي تعتبر آفاقا ننتظرها بالنسبة للصكوك إصدار صكوك لحل مشكلة السكن العقاري، وإصدار صكوك لتمويل البنيات التحتية وبالأخص البنيات التحتية التي تحتاج إلى تغطية مالية كبيرة، وإصدار صكوك لإنشاء مراكز ومعاهد الدراسة والبحث والصناعة والتكوين التي يعاني طلبتنا من ولوجها ويحتاجون في المتميز منها إلى طبعا كفاءة مالية منعدمة بالنسبة لهذه الفئات. وأيضا هناك إصدار صكوك لتنشيط السياحة طبعا بمعناها الإيجابي، وأيضا إصدار صكوك لسد عجز ميزانية الدولة، وغير هذا من التطلعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية. طبعا هذه التطلعات وهذه الأهداف الكثيرة والمقاصد لا يمكن تمويلها من خلال أرباح العقود، الذي سمعنا في كثير من المداخلات البارحة أن أرباح العقود التمويلية هي ضئيلة ونسبتها ضعيفة. طبعا كذلك لا يمكن تمويلها عن طريق الودائع، بل لا بد من أدوات مالية فعالة بالنسبة لكل أطرافها، وهذا يتم عن طريق عمليات تسكيك أو إصدار الصكوك. إلا أن هذه الأدوات المالية طبعا الصكوك التي نقصدها بهذه المداخلة تعترضها مجموعة من التحديات والصعوبات نعرض لها باختصار من خلال المحور أو المبحث الثاني، تحديات تفعيل صكوك التمويل والاستثمار. طبعا نقصد بعنوان المداخلة واقع الإطار التشريعي المغربي لصكوك التمويل والاستثمار تلكم التحديات التي تعترض الآفاق التي تحدثنا عنها آنفا، وتعترض هذه التطلعات الجذابة. طبعا هذه التحديات هي تحديات البنوك التشاركية بصفة عامة، لكنها تحديات أيضا بالنسبة ل طبعا الصكوك بصفة خاصة. وكان عنوان مداخلتنا في الملتقى الفقهي الدولي الأول الذي أقيم بفاس سنة 2017 موضوع تحت عنوان تحديات الموائمة الشرعية والقانونية للبنوك التشاركية، وكان أغلب هذه التحديات في تلك المداخلة في سنة 2017 عبارة عن توقعات، لكنها اليوم أصبحت واقعاً طبعاً في الكثير منها، إن نقول في جميعها أصبحت واقعاً. كانت عنوان المداخلة تحديات الموائمة الشرعية والقانونية لمعاملات البنوك التشاركية. طبعاً من هذه التحديات تحدي الموائمة الشرعية. الموائمة الشرعية لعلنا دكتور محمد الوردي محمد الفريخي لعلنا دكتورنا المفضل نختم بهذا التحدي على أساس أن تستفيض في الكلام أكثر من خلال المداخلات إن شاء الله تعالى. والتحديات كثيرة جدا، ونحن مع هذه التجربة التي لا زالت في نعومة أظفارها. تفضلوا دكتور. أشير باختصار طبعاً إلى هذه التحديات لو سمحتم في حدود دقيقتين. الثقة في شرعية المعاملات والمنتوجات وما يصاحبها من إجراءات طبعاً وممارسات. تحدي المطابقة الشرعية والرقابة الذي يتسم
بطبعا البطء، ويتسم طبعا بصعوبة التكييف والتخريج الفقهي للكثير أو لبعض المنتوجات، وهو تحدي للفتوى والاجتهاد الفقهي. أيضا هناك صعوبة تسليم بعض التكييفات المقارنة التي تعتبر أو تعتريها بعض الشبهات، وهناك طبعا تحدي النظام القانوني القائم، وكل هذه التحديات طبعا تنعكس على التجربة سلبا. ودون أن أدخل في التفاصيل طبعا، نشير إلى أن التنظيم القانوني لإصدار الصكوك وضوابطه يتسم بالبطء، ويتسم بالتأخر طبعا، ويتسم بالتردد أحيانا، حيث نجد صدرت بعض القوانين منذ 2000 أو بعض التعديلات من خلال القانون طبعا رقم 119/12 سنة 2013، ثم بعد ذلك حصل التعديل بالقانون رقم 69/17 يعني في 2018. فهناك بطء شريعي، وهناك أيضا تردد في هذا التشريع، وهناك أيضا أحيانا عدم استيعاب، وهذا يطبع أغلب التشريعات المتعلقة بالبنوك التشاركية. أيضا هناك البطء على مستوى المطابقة الشرعية، في المطابقة الشرعية طبعا لا تحكمها آجال معينة، غياب أي آجال على مستوى المطابقة، وعلى المستوى الرقابة طبعا من طرف الجهات الأخرى المالية المتخصصة، وهي مرتبطة أيضا بهذا البطء على المستوى المطابقة. أيضا التركيز في هذه القوانين المنظمة، التركيز على الجانب التقني والإجرائي، في حين أن قانون الموضوع يعرف ضعفا كبيرا على مستوى حقائق المنتوجات وعلى مستوى شروطها وضوابطها وأحكامها الأساسية كما نعرفه في المنهج التشريعي، فكأننا أمام إشارات وعناوين تقنية وإجرائية في أغلبها، باستثناء طبعا بعض الأبواب وبعض المباحث. وبعضا طبعا هذا يترك لنصوص تنظيمية وتطبيقية، لكن هذا فيه نظر من الناحية المنهجية، لأننا نعرف النصوص التنظيمية والتطبيقية لها حدود على مستوى التشريع. طبعا أكتفي بهذه التحديات، أترك الباقي للمناقشة إن سمح الوقت بذلك، معذرة على الإطالة السيد الرئيس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم فضيلة الدكتور محمد الفريخي. بين أهمية استكمال التقنين وأهمية تنويع الصكوك، وبين الفراغ التشريعي والتوجس من الوقوع في دوامة المنزلقات، والمجلس العلمي ها هنا على عاتقه حمل ثقيل، سأل الله تعالى أن يسدده وأن ينفع به، وأن يجعل ما يتقدم به بوصلة تحدد معالم الطريق لهذه التجربة من أجل أن تسير إلى بر الأمان. إذن كما سمعتم أيها الحضور الكريم، كانت هذه المداخلة هي المداخلة الأخيرة، وكان فيها نقاش علمي وليس عاطفي كما أشار الدكتور، والبحث العلمي الأكاديمي يقتضي ذلك، يقتضي الحيادية ويقتضي الإنصاف ويقتضي كذلك الغيرة المنضبطة، أقول الغيرة المنضبطة التي تجعل الباحث أحياناً يبوح بما يجب أن يبوح به. فالدكتور مثلاً عندما يقول أن الربا، هو يسمي المسميات باسمها في نهاية المطاف، الربا المغلفة، أنقل هكذا باللفظ، الربا المغلفة بالفوائد، هكذا هو البحث العلمي بعيداً عن العاطفة وتحقيقاً للإنصاف والحيادية ومن أجل المشاركة. ونحن مع البنوك التشاركية نحن نتشارك جميعا إن شاء الله تعالى، كل من زاويته. شكرا لكم جميعا أيها الدكاترة الفضلاء على ما قدمتم وأفدتم وأجدتم في هذه الجلسة العلمية التي أشرف بتسييرها. أمر مباشرة وأنا أعلم أن هنالك أيادي ترتفع وهناك من يريد أن يسأل، فمرحبا بالجميع من أجل التدخل، لكن
تكرما وليس أمرا ألتمس من المتدخلين أن تكون مداخلاتهم وجيهة قاصدة من أجل أن تسعفنا في المزيد من العطاء والاستفادة من الدكاترة. تفضلوا مشكورين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله، مرحبا، حياكم الله. بداية أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان العظيم للدكاترة الأفاضل المحاضرين في هذه الأمسية المباركة وللمسيرين مبارك سيدي عبد الغفور. مداخلتي عبارة عن ثلاثة أسئلة موجهة للدكتورة الفاضلة بنونة. السؤال الأول، كيف نجمع بين إلزامية التأمين التكافلي من طرف البنوك التشاركية للمتعاقدين معها، لأنني هكذا فهمت من كلام الأستاذة، وبين فلسفة والنظام التكافل الذي يكون طواعيا فهو من قسم التبرعات، ومعلوم أن التبرعات لا إلزام فيها. السؤال الثاني، أليس من الضروري عولمة شركات التأمين التكافلي الذي يضمن تجنب مجموعة من المخاطر التي ذكرتها الدكتورة الفاضلة؟ وآخر الأسئلة، ما هي الضوابط الشرعية والضمانات التشريعية التي تنتهجها هذه الشركات التأمينية حتى لا يتحول التأمين التكافلي إلى تأمين تجاري؟ وبارك الله فيكم. شكرا لكم أستاذ عبد الله أصبري. السلام عليكم، شكرا سي صبيحي على الأسئلة ديالك. بالنسبة للإلزامية إلزامية التأمين التكافلي، عندما تحدثوا على الإلزامية فهي بالنسبة للتمويلات التي مولتها البنوك التشاركية حاليا، لأن البنوك التشاركية بالنسبة خصوصا بالنسبة لما هو إيموبيلي ضروري لحماية الشركة البنوك التشاركية ولحماية المشتركين فيها من خطر الوفاة خصوصا، ضروري أن كاميرا أستاذ شغلي الكاميرا. حاضر، نسيت. تفضلي، مرحبا. شكرا. بالنسبة للإلزامية ديال العقود التشاركية ديال التمويل التأمين التكافلي، ضروري لأن كما سبق وذكرت بالنسبة التمويلات التي منحتها البنوك التشاركية فهي تمويلات يمكن أن ينتج عنها خطر مثل خطر الوفاة، وبالتالي يجب أن تكون مؤمنة ضد هذا الخطر. حنا فاش كنقولوا إلزامية يجب أن تكون زعما من إلي بريفيرابل، المستحب أنها تكون قائمة، ولكن الإلزامية في حد ذاتها بطبيعة الحال ما يمكنش تكون، مي زعما يكون أفضل أنها تكون أنها توقع على العقود لحماية الخطر، حيت في الأخير الأهم والأهم شيء هو الحماية من الخطر وإدارة الخطر الذي قد ينشؤ عن للمؤمنين لهم، كما أنه يقدر أن يؤدي للخسارة بالنسبة للبنوك التشاركية. بالنسبة للعولمة ديال شركة التأمين، هذيك في مرحلة أخرى. المرحلة الأولى هي أنه يكون منظومة قانونية أو إطار قانوني تشريعي يضمن إدارة وتسيير لشركة التأمين، وفي مرحلة أخرى لما لا عولمة هذه التأمين التكافلية في زعما مرحلة أخرى. حيت دابا في المغرب حنايا المرحلة الأولى يتهم الإطار التنظيمي والتشريعي، وبعد ذلك منح الرخص لشركة التأمين التكافلي
لمواكبة البنوك التشاركية ولمواكبة المنظومة الإسلامية، وبعد ذلك القيام بعدة تجارب أخرى التي قد كانت تجارب بالنسبة حاليا بالنسبة لشركة التأمين التجارية، وأيضا بالنسبة لشركة التأمين التكافلي. نعم، شكرا لك دكتورة على هذه الإضافات القيمة. المداخلة الآن من نصيب مصطفى، تفضل أستاذ مصطفى. مصطفى معنا في الاستماع. تسمعنا الأستاذ مصطفى؟ إذا نمر ربما إلى المتدخل الموالي الأستاذ حسان، تفضل. الأستاذ حسان معنا في الاستماع، تفضل. افتح المايك وتفضل، مشكورا. أستاذ حسان تسمعنا؟ نمر ربما الأستاذ حسان عنده خطأ تقني ما، نمر إلى المتدخل الثاني عبد الحميد، تفضل أستاذ عبد الحميد. أتوقع أن خطأ تقنيا ما هو الذي حال دون أن نسمع لهذه المداخلات والأسئلة. أستاذ عبد الحميد تسمعنا؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا أود أن أشكر جميع الفاعلين والمساهمين في إنجاح هذا المجلس العلمي المبارك وعلى رأسهم السيد عبد الجليل. أنت عبد الجليل؟ نعم. أنت أستاذ عبد الجليل؟ الأستاذ عبد الحميد عيسى. مرحبا بالأستاذ عبد الحميد، مرحبا بك، تفضل. باحث في سلك الدكتوراه بجامعة القاضي عياض بمراكش. مرحبا، تفضل بسؤالك باختصار لو تكرم. سؤالي متعلق بحماية المستهلك من خلال الإشكال الذي يطرحه عقد المرابحة للأمن بالشراء كما تجري البنوك التشاركية، خصوصا على مستوى مشكل مصاريف التقييد التي ذكرها الأستاذ. مصاريف تقييد، لماذا لا تتوجه البنوك التشاركية إلى عمل شراكة مع المنعشين العقاريين من أجل تجاوز مشكل المصاريف الزائدة التي تعد هذه المصاريف، خصوصا التقييد الثاني، تعد فيها انتهاك صارح وواضح لحماية المستهلك، وشكرا. شكرا لكم. نمر مباشرة إلى المتدخل الموالي سيدي يحيى، هل أنت معنا؟ تسمعنا أستاذ يحيى؟ تفضل الكلمة لكم. إذا لم يكن متاحا لعلنا نمر إلى الأستاذ توفيق. أرجو من المتدخلين أن يذكروا الاسم ثم يتفضلوا مباشرة، يكتفون بالاسم ثم يتفضلون مباشرة. الأستاذ يوسف هل تسمعنا؟ السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، المرجو من الإخوة ذكر الاسم ثم المرور مباشرة إلى تقديم السؤال. السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم، الاسم توفيق الفناني. مرحبا. بداية نشكركم على هذا النشاط العلمي المتميز، وأشكر الأساتذة الأفاضل على مداخلتهم القيمة. وما سأتحدث بالضبط في موضوع السكوك، أريد أن أسأل الكريم حول أن يعطينا رأيه حول بعض النقاط. أولا ما يتعلق بالسكوك فيما يتعلق بصندوق التسنيد، صندوق التسنيد
يعني ما رأيكم أستاذي فيما يتعلق بالشكل والمواصفات التي أعطاها المشرع المغربي لهذا الصندوق؟ لا يعتبر في من نظركم أنه بذلك الشكل الذي أعطاه المشرع لهذا الصندوق ألا يمكن أن نقول أنه فيه نوع من الصورية، صورية ملكية حملة الصكوك لهذه الصكوك وصورية اقتناء هذا الصندوق للأصول، لأن وهذا يخالف مقتضيات الملكية ما جاءت في كما نص عليها الفقه والشرع الإسلامي. واضح الأستاذ يوسف، واضح إن شاء الله الدكتور يجيبك، شكرا لك. نقطة أولا، أما النقطة الثانية وهي ما يتعلق بهذا الإصدار السيادي الأول التطبيقي، مسألة ضمان الدولة وهي باعتبار مؤسسة مبادرة، ألا يعتبر هذا إشكالا كذلك شرعيا؟ ينبغي اللجنة الشرعية عندما أعطت رأيها الأول بشرعية هذا الإصدار، ألا يمكن أن تراجع هذا الإصدار وأن يكون هذا الضمان يعتبر مخالفة، فتقوم اللجنة الشرعية بحول هذه المخالفة الشرعية؟ والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نمر مباشرة إلى يوسف باختصار لو تكرمت يا يوسف. مرحبا، تفضل يوسف، الكلمة لكم. أحمد يسمعنا؟ أستاذ أحمد، أستاذ أحمد هل أنت في الاستماع؟ مرحبا، تفضل أستاذ أحمد، ننتظرك، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا. أتمنى أن يكون الصوت مسموع. مسموع، ذكرنا بالاسم فقط ثم أحمد أمو زاي. مرحبا أحمد أمو زاي، طالب بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق جامعة القاضي عياض مراكش. أولا الموضوع لزملائنا بالمركز المغربي للاقتصاد التشاركي على الندوة المباركة وعلى المجهودات الجبارة، والشكر موصول لجميع المتدخلين سواء على مستوى البارحة أو اليوم. ما شاء الله، ندوة مباركة ناجحة بكل المقاييس. حتى لا أطيل، السؤال موجه إلى صديقي الأستاذ هشام المراكشي والذي تحدث وأتلج صدورنا بما يكتنف عقد المنابحة من نقائص إن شئنا القول، لأنه ما تفضل به أريد فقط أن أذكره لأنه أبحث في هذا الموضوع، أن العقود النموذجية سواء العقد المتعلق بتمويل مركبة أو تمويل عقار فيه من الشروط ومن الالتزامات على العميل ما لا يسع المقام لذكرها جميعا، ولكنها تصب في خانة الشروط التأسفية. للمثال فقط، نجد أن حلول أجل أقساط المرابحة أو انفساخ العقد وتوقفه فيه مجموعة من الحالات التي نجدها في عقود التمويل التقليدي. أتحدث هنا أن أعطي مثالا فقط، أن العميل عندما يدخل في متابعة قضائية أو عندما يتم الحجز على أمواله أو عندما يدخل في صعوبات الدفع أو إذا تعرضت المقاولة لصعوبات الدفع وأدخلت إلى مصادر صعوبات المقاولة ثم الحجز التحفظي على بعض أمواله، مجموعة من المقتضيات الغير قانونية والتي تكون. أستاذ أحمد، المقتضيات كثيرة جدا، ولذلك إن شاء الله دكتور بطريقته الخاصة سيضع الأصبع على الأهم منها. لا أريده أستاذي الفاضل، ما أريده فقط أنه هذا العقد النموذجي، العقد النموذجي الحائز للرأي بالمطابقة والذي يعتمده السادة الموثقون والذين يحررون هذه العقود، ما مدى قانونية هذا الشروط المدرجة فيه في ظل نعرف الفصل 230 أن العقد شريعة المتعاقدين، وما مدى قانونية هذه الشروط، وهل يمكن الحديث عن صياغة عقد بين العميل والمؤسسة البنكية بمن عن هذه الشروط وهذه الالتزامات؟ وشكر الله المجهودات، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا لكم، وعليكم السلام ورحمة الله. مباشرة أمر إلى عبد الجليل. أستاذ عبد الجليل، كلمة لكم، تفضل باختصار لو تكرمت. إذن أمر ربما مباشرة إلى السادة الدكاترة الفضلاء
ولم يتبقى معنا إلا نزر القليل والقليل جدا من الوقت، فحتى تكون إن شاء الله تعالى هذه الجلسة ماتعة نافعة محترمة للوقت، أمنح لكل أستاذ مفضال دقيقة واحدة، لأنه لم يتبقى من الوقت إلا 5 دقائق، فدقيقة لو تكرم الأساتذة الدكاترة الفضلاء لو تكرموا فأجابوا وأفادوا في حدود الدقيقتين أو أقل أو أكثر بقليل. تفضلوا. نبدأ بالأستاذ الدكتور هشام المراكشي. شكرا لكم، شكرا للأسئلة الإخوة والتدخل ديالهم وكذلك المتدخلين، فنفس الطرح الذي أشار له كذلك المتدخلين للأستاذ أموزاي وللأستاذ الذي سبقهم باحثين في سلك الدكتوراه بالطبع متخصصين في الموضوع. فعقد المرابحة يتضمن مجموعة من الشروط التعسفية، للأسف يجب إعادة النظر. كاميرا دكتور، الكاميرا لو تكرمت. تمام، ما بغاتش تشتغل، حاولت معها ف يعني ربما إيقاف من المنبع لأن تنحاول معها. طيب تفضل دكتور، تفضل. الآن الحمد لله دكتور، إطلالة ذهية بعجالة. قلنا أن تنظيم المشرع للبنوك التشاركية كان قرارا رائعا، فرحة القرار أنستنا أن ندقق. الآن لكل جواد كبوة، انتقلنا من مرحلة التقرير وبدأ سنة التشريع، ثم الله حتى في تشريعه العظيم التدرج. كنا نطالب بالبنوك التشاركية، نعم الآن كان هناك بنوك تشاركية، الآن هذا تقدم. الآن نطالب بتجويد التعاقد طبقا للشرع، لأن ما يؤثر هنا في البنوك التشاركية هو الشرع كما قلتم. لن نجامل في العلم ولا مجاملة في العلم، سنسمي الأسماء بمسمياتها، ومن أراد أن يغضب فنحن نناقش بعلم. إذن يجب على المجلس العلمي الأعلى، على المؤسسات أن تجود التشريع. لا يعقل أن تكون شروط تعسفية ونحن لدينا مجموعة من النصوص. المشرع في حماية المستهلك ينص على بطلان الشرط التعسفي، يقول في المادة 19 قانون حماية المستهلك كل شرط تعسفي فهو شرط باطل. دلية منع الكراء، منع من السداد المبكر، كما قال الآخر أن هناك نماذج، وأنا ما بغيتش نعطي نماذج، والله العظيم هناك كنت أطالع في العمل ديالي نماذج مرهقة للطرفين معا. ثانيا مسألة مهمة نقدر نقولها وأتحمل المسؤولية، عقد المرابحة. دكتور هذه التي ذكرت أنها مهمة، ربما نختم بالأهم أفضل. نعم صار نختم بها، أنها تعيق الاستثمار. عشرات ملفات عالقة في المحكمة فيها بيع بالمزاد العلني كسمة، ولكن لا يمكن بيعها. لماذا؟ لأن العقار ثمنه مثلا 70 مليون، ولكن لأن المؤسسة البنكية شرته ب 50 مليون ودارت البيع ب 90 مليون تطالب ب 90 مليون كحد أدنى، فلا يباع العقار بالمزاد العلني. تمنى تكون الفكرة وصلت للمتلقي. الآن عندنا مجموعة من الملفات عالقة في بيع المزاد العلني، لأن الثمن الافتتاحي المحدد لا يصل الآن العقار. نعطي مثال في 10 ثواني، شرينا شقة ب 50 مليون، بعتها لي البنكة ب 90 مليون، غدا أنا بغيت ندير بيع بالمزاد العلني أو قسمة أو حجز، فالمأمور التنفيذ غيحدد 90 مليون هو الثمن الانطلاقي. لا يعقل أن الشقة شرينا اليوم 50 مليون من هنا الشهر ولا 6 شهور غتجيب 90 مليون. فعندنا عشرات الملفات عالقة. شكرا لكم دكتور، يجب إعادة النظر في عقد المرابحة. شكرا. لا إن شاء الله ستكون لنا لقاءات علمية أخرى في هذا العقد الدسم إن شاء الله تعالى في قادم الأيام. نمر مباشرة إلى المتدخل الأخير الدكتور المفضال محمد الفريخي. تفضلوا دكتور في حدود دقيقة لو تكرمتم، وأنا أجزم أن في جعبتكم الكثير وقد استمتعنا بمداخلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. في دقيقة لو تكرمتم دكتور، في دقيقة. شكرا أخي الدكتور عبد الغفور، سأحاول تكميلة بخصوص السؤال الذي طرح، كيف نجمع بين إلزامية التأمين التكافلي وبين
تكافل عمل تبرعي. اختصار طبعا هنا ينبغي ان نميز في علاقه الزبون مع البنك، فيعتبر التامين التكافلي الزاميا لانه يعتبر ضمان. في العلاقه ما بين المشتركين او المنخرطين، هنا طبعا نتحدث عن كونه عملا تبرعيا تخريجا على عقد الهبه او غيره من العقود حسب مجموعه من التشريعات المقارنه. كان هناك ايضا تساؤل في المكتوب طبعا انتبهت اليه، لعلنا نختم به دكتور، التساؤلات كثيره، لو اردنا ان نعرج على المكتوب لطالبنا المقام. تفضلوا دكتور. اذا في خصوص ما يتعلق بالمفاهيم احيله على القانون 69/17. السؤال الاخ الباحث من القاضيعيه فيما يتعلق بان ملكيه السكوك هي ملكية سورية، أرى أن الأمر ليس كذلك. لماذا؟ لأن هذه الملكية تتوفر فيها الشروط الموضوعية والشروط الشكلية المتعلقة بالتسجيل، وتنتج عنها الآثار المتعلقة بالملكية، وأهمها هو التصرف. وهناك تفاصيل أخرى لعل المقام لا يسمح بذكرها لأنها ترتبط بجميع الحقوق وجميع الالتزامات. فهذه السورية غير متأتية طبعا، لأن تلك الموجودات لا يمكن تداولها بين عدة أشخاص السوق المالية إلا من خلال هذه الوثائق التي هي تمثل الموجودات. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إذن بهذا نكون قد أنهينا هذه الجلسة العلمية الثالثة، وصلنا إلى ختام المسك أو إلى مسك الختام مع هذه المداخلات الثرية التي تنم عن حسن اختيار الضيوف وعن حسن اختيار العنوان العريض لهذه الندوة العلمية. نعدكم برفع هذه التوصيات إلى وهذه التحديات وهذه التي تفضلتم بها جميعا وتفضل بها من سبقكم من الدكاترة والعلماء، نعدكم أننا سنرفع هذه التوصيات إلى الجهات المعنية وكذلك إلى من ينتظرها على أحر من جمر. شكرا لكم دكتورة غيثة بنونة، شكرا لكم أستاذ هشام المراكشي، شكرا لكم الأستاذ دكتور محمد الفريخي. أترككم في استراحة لعشر دقائق، ثم إن شاء الله أنتم على موعد مع جلسة علمية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفلة شاي عن بعد. خير إن شاء الله. إن شاء الله تكون عن قرب قريبا إن شاء الله. إن شاء الله. مرحبا.